سنة 23 فلسطين تصبح عضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة، دولة قائمة كلها، دولة ما هو شتت. الدولة الفلسطينية إن شاء الله تكون، إن شاء الله أتمنى تكون، إذن كما مثل ما قلت انتخابات الشقيقة ليبيا، وتكون في حل يرضي الجميع. ما اللي تفصل الأمم المتحدة، هذا هو الكلام. إذن قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن، لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. إذن نحن إن شاء الله نناضل كل قوتنا من أجل هذه القضايا، قضية الصحراء، قضية الفلسطينية، قضايا العادلة في العالم. هذه هي السياسة تاع بلادنا.